هندخل بعد كده على الانتستينال بروتوزوا. اول حاجه عندنا في الانتستينال بروتوزوا انتاميبا هيستوليتيكا وانتاميبا كولاي، الاثنين عندهم سودوبودي. طيب نركز مع بعض، يعني رابطه بعيده شويه بس يعني هتفرق معانا وهتخلينا نركز اكتر. انتاميبا هيستوليتيكا السي عندنا في الاخر، بتاعت هيستوليتيكا في الاخر، فبالتالي دي تعمل سنترال كاريزوم. سنترال اللي هي سي، يعني رقم عدد حرف سي، سي واحده بس في الكلمه بتاعت سنترال، دي اللي احنا بنسميها ايه، سنترال كاريزوم. يبقى البزيكرا نيوكليوس فيها سنترال كاريزوم، الكاريزوم جوه في النص كده بالظبط، يعني احنا عندنا دايره وجواها دايره تانية، الدايره التانية اللي جوه دي بتبقى في النص، وطبعا فيها فاين بريفرال ايه كروماتين، الاثنين فيهم سودوبوديا، فالسودوبوديا بالنسبه لي مش عنصر تفريق اصلا. اما هنا بقى الكاريزوم انتاميبا كولاي، بما ان السي في الاول فليها الصداره، فانا عملت 2 سي، يبقى السنتريك كاريزوم مكتوبه ب2 سي طرفيه، لو احنا جينا نركز في النقطه اللي جوه بتبقى طرفيه مش في السنتر. بما ان الانتاميبا هيستوليتيكا ان السي متاخره، فانا عملت لها سي واحده اللي هي السنترال مش السنتريك، فبالتالي عدد كمان النيوكليار اللي جوه هيبقى 4 بس، مش هيبقى كتير. ممكن الاقي شكل سيجر شيب ايه كروماتويد بودي، ده في السيست اللي فوق اللي احنا اتكلمنا عنها دي تروفوزويت، ده الايه الماتيور سيست. اما الانتاميبا كولاي، بما ان احنا قلنا السي عندنا كولاي يبقى في الصداره، يبقى السنتريك 2 سي الكاريزوم بيبقى السنتريك، يبقى عندنا كمان عدد النيوكليار كتير، 8 نيوكليار، يعني مش هينفع احط 2 سي واخلي النيوكليار 4 مثلا بس، لا دي 8 نيوكليار. يبقى احنا كده عرفنا نفرق بين الانتاميبا هيستوليتيكا والانتاميبا كولاي، سواء تروفوزويت او ماتيور سيست. نيجي بعد كده في حاجه اسمها بلاستوسيستس هومينس، خلينا نفرق بكلمه هومينس. هومينس دي جايه من كلمه هوم او بيت، يعني هي كده مدوره وقافله على حاجه جوه، كانها قافله عليها كانها ايه بيت. اللي جوه دي بتبقى فاكيول بودي، حاجه كده ممحيه حصل لها ايه فاكيوليشن. طبعا في سيتوبلازم بس بريفرال، زي ما احنا متفقين كده، كان حاجه محوطه حاجه من جوه زي البيت بالظبط. فيها ايه نيوكليار فراجمنت، ممكن تتصبغ بثلاث صبغات، ايودين ستين، ترايكوم ستين، والويت ماونت، زي ما احنا شايفين شكل الايه الثلاثه عندنا هم، يعني بس نبقى عارفين شكلهم، يعني عشان لو جت باي شكل منهم نبقى قادرين نفرق ايه البلاستوسيستس هومنس. بعد كده عندنا البلانتيديم كولاي، بلانتيديم كولاي عندنا فيه تروفوزايت وفي سيست. بلانتيديم بما ان فيها حرف الدي، فاحنا عندنا دي كيدني شيب ماكرونيوكليس، ماكرونيوكليس فيها نيوكليس كبيره بس تبقى شبه الايه شبه الكيدني شويه، شبه شكل الكلى، يعني مش واضح قوي الشكل بس ده شكل هيقدر يميز لنا. البلانتيديم كولاي الفرق بس بين التروفوزويت والسيست بتاعها، ان التروفوزويت بيبقى اوفل اما السيست بيبقى راوند، الحاجه كده مدوره. وطبعا اتفقنا فيه ماكرو ايه ماكرو نيوكليس. الجيردا لامبيا عندنا جيردا لامبلا، جايه كده من اسمها ان هي حاجه كده ايه جارد او حاجه هتحمي، يبقى شبه الايه شبه الايه، هتحمينا من ايه، هتحمينا من شبح كده او في حاجه شبه الشبح كده بتظهر، سواء كانت في التروفوزويت او السيست. التروفوزويت الجيرد لامبيا فيها فور بيرز اوف فلاجيلا، دي طبعا اللوكوموتر او الحاجه اللي بتحركها، بيبقى فيها طبعا تو اكزنمز، وفيها طبعا دبل نيوكلياي اللي هي ايه مديها شكل كانه ايه هوست او جوست او يعني شبح كده، ان هو فيه اتنين كده عينين، وفي ايه تو اكزنمز، وفي طبعا الفلاجيلا اللي احنا شايفينها ايه تحت، بتبقى شبه الكوميترا بير شيب. التانية دي اللي هي السيست تبقى فور نيوكلياي، بلاقي فور نيوكلياي في اند واحده زي ما احنا شايفين كده، بيبقى فيه اربعه، وفي سنترال ريفراكتايل اكزوستايل، والسيتوبلازم بتاعها بيبقى مكرمش بتبقى شكلها اوفل. يبقى تاني الجياردا لامبيا او لامبليا، يبقى احنا بس في دماغنا جياردا يعني حاجه هتحميني من حاجه، يبقى انا هشوف شكل ايه شكل جوس او شكل شبح. تروفوزايت عندنا بلاقي شكلها كده، فيها فور بيرز اوف فلاجيلا موجودين، وبيبقى فيها دبل ايه دبل نيوكليوي، ده اهم حاجه. التانية بلاقي فور ايه كاني شفت حد باربع عيون كده، اللي هو فور ايه فور نيوكليوي ات وان اند، زي ما احنا شايفين بتبقى واضحه، يعني بحس ان في حاجه كده مشوهه في النص. السيتوبلازم بتاعها بيبقى شرانك. نيجي بعد كده الكريبتوسبريديوم بارفم، وبعد كده السيستوس بارا بيلي، وبعد كده الساركوسيست ايه انميد. طيب احنا عندنا
كريبتوسبريديم بارفم دي اول حاجه اسيد فاست، ما اقدرش اصبغها بالصبغه العاديه، لازم اصبغها بالزيت نلسنستين، موديفايد زيت نلسنستين اللي بتخلي لي شكلها زي ما احنا شايفين كده ازرق في ايه في بينك. فدي حاجه يعني واضحه ليها جدا، يعني انا شفتها تحت الميكروسكوب اوريدي، خلاص انا عارف هي شكلها عامل ازاي. حاجه تانية بتوضحها ان فيها فور سبوروزويت، تبقى سمول وراوندد، ويبقى السبوروزويت اللي جواها عددهم 4. لو جينا نكبر الصوره دي يعني هي مش واضحه قوي، بس هي فيها 1 2 3 4 اللي هي لونها اورنج من جوه، دي فيها 4 سبوروزويت. نيجي بعد كده السيستو ايزوسبورا بيلي او اللي هي الاوسيست بتاعتها، الشيل بيبقى دبل لاير، جوه بلاقي 2 سبوروسيست جواها 4 سبوروزويت زي احنا شايفين كده، 2 وجواها 4، يعني جواها يبقى توتال كده 8 اللي احنا سميناها داي سبوروسيست تترا تروفوزويت، تترا سبوروزويت سوري، يعني داي سبوروسيست يعني في عندي 2 سبوروسيست جواهم تترا يعني 4 سبوروزويت. الساركوسيست الميت بتبقى عندنا دبل لاير زي ما احنا عارفين برضو، تو ماتيور سبوروزويت نفس الفكره بالظبط نفس الحاجه، بس دي بتبقى موجوده جوه الايه الميت. احنا كده خلصنا كل العباره كل حاجه فيها، سواء سيستود نيماتود ترماتود بروتوزوا. هندخل على الاوسبي كيسز وهي اهم حاجه موجوده عندنا ونركز عليها كويس جدا، واسئلتها واضحه وسهله. اول حاله معانا من قبل ما نبدا اي حاجه دي اسكارس، حلو ليه؟ انا شايف في دود طالع من النوز، طالع من الماوس، واحيانا كمان بيطلع من الانس، بس يعني ده حاليا هو هنا طالع من النوز والايه والماوس. يبقى الكاردينال مانيفيستاشن الحاجه اللي انا بشوفها قدامي ان في لارج كريمي وايت نيماتود طالعه من النيرز اللي هي الفتحات بتاعت الانف والايه والماوس. الكوز اللي بتعمل دي اسكاريس لامبريكويدز، احنا عارفين الاسكاريس بيبقى عددها كبيره جدا في الجسم، عشان كده من كتر ما عددها كبير تبدا تطلع من الاماكن دي. اللابوراتوري دايجنوز طبعا هاخدها منين؟ اكيد انا قدامي اوريدي طالع ادلت، يعني هسيبها هقوم واخداها واعمل لها ايه دايجنوزس، هدي دايجنوستيك ستيج طبعا اللي هي الادلت. ممكن استخدم لاب سامبل، احنا زي ما احنا قايلين بيطلع من الانس، فانا ممكن استخدمها من الستول، اخد سامبل تاني من الستول ما الاقي فيها اماتيور ايه ايج. معلش انا بعتذر، تمام اللي بتطلع من الانس دي بتبقى ادلت، فانا ممكن اخدها كادلت، انما الثانيه لا، بستنى لما بيحصل ستول بلاقي فيها اماتيور ايج. كونسنتريشن تكنيك انا مش محتاج، والاميونو دايجنوزيس برضو انا مش محتاج، ان اوريدي قدامي حاجه واضحه فانا مش هحتاج كل الحاجات دي. بعد كده عندنا الريكتال برولابس، الريكتال برولابس دي بسبب في راوند وورمد تحصل بتعمل اتاتش او بتلزق في الريكتال ميوكوزا. مين اللي بتسبب دي؟ ترايكوكيفالس ترايكورس، طبعا احنا عارفين ترايكوكيفالس ترايكورس هي اللي بتسبب عندنا الريكتال برولابس، اشهر حاجه بتسببها. اللابوراتوري دياجنوز اخدها منين او اعمل ايه؟ ادلت انكرد توريكتال ميوكوزا، الحاجه او الادلت ورم اللي بتبقى لازقه في الريكتال ميوكوزا بقى ايه بشيلها واعمل لها دياجنوزس، دي اللي بتبقى ايه دياجنوستيك ستيج. ممكن اعمل ايه تاني؟ ستول، يعني انا اوريدي عند منطقه الريكتال فممكن اعمل ستول بلاقي ايه ماتيور اكس نفس ما قلنا دلوقتي في الاسكيلس. الكونسنتريشن تكنيك باي فلوتنج، طيب اشمعنى فلوتنج؟ لان احنا عندنا الترايكوكيفالس ترايكورا الماتيور اكس بتاعتها او يعني الاكس بتاعتها بتبقى شبه كده ايه، بيبقى فيها تو ميوكويد بالك، الميوكويد ده اللي هو الميوكس، حاجه ميوكس كده حاجه ميوكس، فاوريدي او اللي هي فيها ميوكويد هتعمل فلوتنج، يعني ايه هتزيد بالايه بالفلوتنج. نيجي بعد كده عندنا عندي واضحه جدا في سبلنتر هيموريج او بيري اوربيتال اوديما، في عندي اوديما كده حوالين الاوربت بتاع العين، دي بتسببها ترايكنيلا سبايراليس. الكاردينال مانيفيستاشن عندي خلاص انا شايفه اوريدي اندر نيل سبلنتر هيموريج، او لو جالي مثلا صوره العين دي لا يبقى اقول بيري اوربيتال ايه اوديما. اللاب دايجنوز اوقع لاب دايجنوز للترايكنيلا سبايراليس الماسل بايبس، بلاقي فيها انسيستد ايه لارفا، بيبقى في لارفا كده مدوره زي ما احنا شفناها فوق ما كنا بنتكلم على الترايكنيلا سبايراليس. كونسنتريشن تكنيك لازم اجيب حاجه، طب انا هاخدها من المسل فانا لازم اعمل دايجيشن للمسل، فمسل دايجيشن دي الكونسنتريشن تكنيك عندي. الاميونو دايجنوزس عندنا البي اف تي والاليزا بليتون بليتوناين فلوتينج تيست بليتوناين فلوتينج تيست. الكاردينال مانيفيستاشن عندنا اللي هي اللي جنبها دي زي ما احنا شايفين كده في كوتينيس في جلد عندنا في تحته حاجه، فانا شايف نوديول حاجه كلاكيه كده تحت الجلد،
يبقى دي سبكوتينيوس نوديول. مين اللي بتسبب دي؟ السيستوسيركس سيلولوز دي اللي هي بتاعت التينيا سولي. اكيد لما هاجي اخد هنا اخد اكسجن بايوبسي، هاخد عينه من المنطقه دي، هيطلع معايا طبعا السيستوسيركس سيلولوز اللي هي بتاعت التينيا سولي. الكونسنتريشن تكنيك اللي هحتاجها مش محتاجها لان اوريدي خلاص هطلعها من عندي. المينو دايجنوزس تبقى إلايزا. نيجي بعد كده على الكاردن مانيفيستاشن دي. زي ما احنا شايفين في راوند لونج فيميل وراوند ورم طالعه بشكل رهيب من السكين ايه سكين بليستر في الرايت لور ليمب. دي حاجه اسمها دراكينيل دراكينيكولس دراكينيكولس ميديان ميدينايسز. دي باخدها ازاي؟ عن طريق ان انا فورست بارشيشن اوف ذا فيميل، بشد الفيميل اللي انا بشوفها الفيميل راوند ورم دي اشدها وبلاقي فيها ايه ربديتي فورم ايه لارف. الدياجنوستكس بتاعتي بتبقى ربديتي فورم لارف. الكونسنتريشن تكنيك عن طريق السيدمنتيشن، بعمل سيدمنتيشن لارف اللي انا بجمعها، والميونو دياجنوستكس مش محتاجها طالما الحاجه واضحه قدامي بالشكل ده. بعد كده عندنا في حاجات بتعمل جوندس، في حاجات خدناها قبل كده وفي حاجات خدناها الترم ده. فاحنا عندنا ممكن نجمعها كده اللي خدناها الترم ده في كلمه فيت او فاتي على حسب يعني هنحفظها درجة ولا باللغة. فاتي لا يبقى فاشلة، اسكارس التي فورتينيا ساجيناتا اللي بتحصل الكومليكيشن بسبب الجرافيت سيجمنت اللي بيبقى فيه اكس ده، والانتاميبا هيستوريتيكا. دول الفور اللي احنا عندنا اللي بيعملوا الجونس اللي خدناهم الترم ده. طيب الباقي بابيزيا وملاريا وليشمانيا. بس بما اننا عشان بس نعرف يبقى احنا عارفين ان الفيت بتعمل جونس، الحاجة النهائية كده تعمل جونس. فيت دي عرفنا كل حرف بيرمز لايه. بعد كده عندنا اخر حاجه الفلاسك شيب ألسر اللي احنا شايفينها دي. طبعا الكوزيتيف اورجانيزم تبقى بلانتيديوم كولاي او اللي هو بنسميها او اللي سوري البلانتيديوم كولاي او الانتاميبا هيستوريتيكا بيعملوا الايه الفلاسك شيب ألسر دي. بيبقى سببها ايه الفلاسك شيب ألسر؟ التروفوزويت عندنا بتطلع هيستوليتيك انزيمز بتحلل التشو، او ان هي بتعمل بتكسر الايه التشو، فبتعمل عندي الفلاسك شيب ألسر دي. وبيبقى فيه الفري مارجنز بتاعتنا او في فري مارجنز كده ما بيبقاش فيها فلاسك شيب ألسر بتبقى كويسه. طبعا اسمه الميوكوزا الألسر كفرد وذ ييلو ويش اوكسيديت زي ما احنا شايفين كده اصلا باينه. يعني البايبس ياخدها من اللارج انتستين سيجمويدوسكوبيك بيكتشر، ياخدها من السيجمويد. دياجنوستيك ستيج تروفوزايت، ودي باخدها من الفري ايه مارجن او الهيلثي مارجن اللي ما حصلهاش ايه فلاسك شيب ألسر. بكده نبقى احنا انهينا البارة كلها بالكامل. بس شكرا.